راح نبدا ان شاء الله اليوم دوره في البي ال سي، اساسيات البي ال سي. طبعا في دوره اساسيات البي ال سي راح ناخذ الشغلات الاساسيه، راح ناخذ قبليها ايضا الكلاسيكال كنترول كيف كان التحكم بدون البي ال سي، راح ناخذ مجموعه من لغات البرمجه اللي ببرمجوا عليها البي ال سي واشهرها اللادر لانجويج او اللادر دايجرام. راح نتعامل مع اغلب المواضيع في مجال الحساسات، يعني هي اقرب للبي ال سي والاوتوميشن مع بعض. راح ناخذ شويه عن الحساسات المختلفه الموجوده في السوق، وايضا راح نتكلم عن الكريتيكال كنترول بتفصيل بسيط جدا، بحيث ان احنا نشمل كافه المواضيع في الكلاسيكال كنترول اللي بتتناسب مع البي ال سي. لما نتقدم في مواضيع البي ال سي ما نحتاج ان نشرح شيء مش موجود. بداية الكلاسيكال كنترول للاشخاص اللي ما بيعرفوا هو عبارة عن التحكم باستخدام الريليهات والكونتاكترات والتايمرات، يعني تحكم بدون اي معامل برمجي بيدخل في هاي بيدخل في هذا النظام. يعني مثلا موتور بتحكم في تشغيله واطفائه من خلال مجموعة من الكونتاكترات، قطع او مجموعة من العناصر نسميها كونتاكترات وريليهات، واحيانا قد نحتاج للتايمر في قلب اتجاه محرك مثلا، او في انه يشغل ستار ودلتا. يعني راح ندخل على هاي التفاصيل بالضبط، لكن بهمني بداية اعرف شو يعني كونتاكتر، اعرف شو يعني ريلي، وبعدها ان شاء الله راح ندخل في تفاصيل اكثر في توصيلة الثلاثة فاز، وندخل في حسابات الثلاثة فاز اللي بتهمنا في بناء دوائر الكلاسيكال او في بناء الانظمة الكلاسيكال كنترول، وبعد هيك بنزيح هاي الانظمة كلها وبندخل البي ال سي مكانها. وطبعا راح يكون شغلنا كله مبني على مجموعة من المعطيات العلمية، بحيث انه ما يكون في شيء مبهم. يعني عندي نظام كلاسيكال بدي احوله لنظام اوتوماتيك، انا شخصيا لازم اقدر اني احوله، سواء انا او اللي بيحضر الدوره او المهندسين الموجودين. يعني الاصل انه اي مهندس قادر انه يحول اي نظام كلاسيكال الى نظام مودرن كنترول موجود. بدايه خلينا ناخذ هيك مجموعه من المفاهيم. وفي الكلاسيكال كنترول بيهمني شيء اسمه ريلي. ايش هو الريلي؟ الان احنا بنعرف انه السويتش العادي، الكبسة العادية، هي عبارة عن كبسة اذا ضغطنا عليها تعطي اون، واذا شلنا الضغط عنها بتعطينا اوف، زي كبسة الكهرباء. اذا ضغطت عليها بوضعية معينة بتعطي اون، واذا ضغطت عليها بوضعية ثانية بتعطيك اوف. الريلي نفس القضية، هو بيعمل اون اوف، لكن التحكم فيه بيتم من خلال دارة ثانية، بمعنى انه انا بدي اطفي واضوي الضوء الموجود عندي مثلا في الغرفة، بدل ما انا اروح على الكبسة واضوي، لا، بربط هاي الكبسة مع اشي ثاني زي المغناطيس. هذا المغناطيس بس افعله مباشرة الكبسة بتسكر وبتنضغط. مبدأ عمل الريلي نفس مبدأ عمل الكبسة بالضبط، انه انا عندي سويتش بيوصل وبسكر الدارة، لكن هذا السويتش يتم اغلاقه من خلال مغناطيس. يعني باختصار شديد الكبسة العادية هيها مثلا، هاي 220 تمام. الآن هاي الدارة فاتحة، أول ما أجي أنا أكبس الكبسة شو بصير في الدارة؟ بتسكر. لما تسكر الدارة الضوء هذا بضوي، تمام. هاي الكبسة العادية. الآن الريلي نفس القصة تقريبا، لكن بكون زي هيك. طبعا في له تسميات نورمال اوبن نورمال كلوز، رح نيجي عليها. بيكون وضعيه الكبسه زي هيك، هيك الداره مفتوحه. الان بدي اسكرها، شو بدي اعمل؟ لازم اسكر هذا الكونتاكت واخليه لامس هذا الجزء. في الريلي بقول لك انا بجيب مغناطيس، ليش اروح اكبسها بايدي؟ فالمغناطيس هون هو عباره عن ملف بعطيه جهد معين، بصير حواليه مجال مغناطيسي، فبصير زي المغناطيس بجذب هذا الملامس لهي النقطة وبتسكر الدارة وبيمشي التيار بشكل طبيعي.
إذا الريلي هو عبارة عن ملف، الملف هذا بحفزه في جهد معين، سواء كان الجهد AC أو كان DC. الريليهات يعني الملفات الريليهات إلى شروط وإلى داتا شيت نقدر نقرأه ونختار الريلي المناسب. الآن هذا هذا الملف أنا حفزته صار مغناطيس، جذب الملامس هذا النقطة هاي وأغلق الدارة وأضع عندي الضوء. هذا هو الريلي. الآن بنقول له طيب المشكلة في الريلي إنه أنا ما بقدر أشغل عليه شغلات كبيرة، يعني أنا مثلا هو أنا ممتاز أنا مشغل عليه لمبة، ممكن أشغل عليه ثلاجة وبشغل عليه كمان أشياء ثانية، لكن ما بقدر أشغل عليه مثلا محرك كبير 2 حصان مثلا أو 3 حصان أو 20 حصان أو 100 حصان إذا فيه طبعا. فقالوا طيب بسيطة، بنشيل الريلي ونجيب شيء اسمه كونتاكتر. الكونتاكتر هو ريلي بالمفهوم البسيط جدا، طبعا أنا بشرح بدون تعقيد بدون ما أدخل بالتفاصيل والمكونات الداخلية وكيف بسكر وكيف بحاول إني، لأنه إحنا موضوعنا مش الكلاسيكال كنترول، إحنا موضوعنا BLC وأساسيات BLC، لكن بالنهاية الشغلات تكون موجودة، فبحاول إني أوصل المعلومة بصورة تكون واضحة والآلية أيضا تكون واضحة، لكن كتفاصيل ومكونات الكونتاكتر ومكونات الريلي هاي الأمور ما بتهم في الدورة هاي، لكن ما نأخذ دورة ثانية بعد BLC تم طلبها، دورة التحكم كلاسيكي فيزيكال كنترول. طيب الان هي عندنا الكونتاكتر. الكونتاكتر هو عبارة عن ملف نفس القضية وعليه ملامسات. عليه ملامسات. فالكونتاكتر بيحكي، الكونتاكتر اللي بيحكي انه انا اذا اعطوني موجب سالب، يعني اعطوني فرق جهد على الملف الخاص فيه، بصير الملف تبعي مغناطيس زي الريلي بالضبط، وبغلق المفتاح الاوبن وبفتح المفتاح الكلوز. فالعملية بكل بساطة عبارة عن مغناطيس بيجذب ملامس وبنهي ملامس آخر. بالنسبة للنورمالي اوبن نورمالي كلوز، في عنا شيء بنسميه نورمالي اوبن وفي عنا شيء بنسميه نورمالي كلوز. نورمالي اوبن بمعنى انه الملامسات في الوضع الطبيعي هي عبارة عن ملامسات غير متلامسة، بمعنى انه الدارة مفتوحة، يعني هاي الدارة مثلا مفتوحة في الوضع الطبيعي نورمالي، فلما افعل المغناطيس او افعل الملف الموجود عندي بتسكر الدارة هاي، تمام؟ فاذا هي دارة مفتوحة، ولكن لما افعل المغناطيس الدارة هاي بتسكر. نيجي للنورمال كلوز. النورمال كلوز في الوضع الطبيعي بدون ما يشتغل عندي الكونتاكتر بيكون الملامسات مغلقة، بمعنى انه الدارة واصلة بدون ما يشتغل عندي الكونتاكتر. مجرد ما لمست، ما فعلت الكونتاكتر او ملف الكونتاكتر، مباشرة عندي النورمال كلوز بتصير اوبن. هي ما بتصير نورمال اوبن، في ناس بيغلطوا بيحكوا انه النورمال اوبن لما نفعل الملف بتصير نورمال كلوز، لا هي نورمال اوبن لكن بتصير كلوز، والنورمال كلوز بصير اوبن وهكذا. طبعا هاي بنستخدمها في، يعني هذا التطبيق بالذات بنستخدمه في الانترلوك، راح نيجي ونحكي عنه لما بدي كونتاكتر يشتغل وبديش الكونتاكتر الثاني يشتغل مع الكونتاكتر الاول، وبس انهي عمل الكونتاكتر الاول الكونتاكتر الثاني بيشتغل. هاي راح نيجي عليه بالتفصيل بلكي الدرس. اذا باختصار شديد الكونتاكتر عبارة عن مغناطيس بعمل حركة للملامسات، إما بسكر أو بفتح بناء على وضعية الملامس الطبيعية اللي كان موجود فيه، فإما بكون نورمالي أوبن أو بكون نورمالي كلوز. الآن في شيء بنسميه ريلي وفي عنا الكونتاكتر، في عنا ايش نسميه التايمر. التايمر نفس الوضعية مش راح اسمح عنه كثير. التايمر هو عبارة عن
قطعة بأيرها على وقت معين، بعد انتهاء الوقت المعين بتفعل الملف اللي فيها، فإما بتخلي الملامسات open أو بتخلي الملامسات close. طبعا أكثر التطبيقات اللي احنا بنشوفه على الكونتاكتر والتايمر اللي هي الغسالة العادية، الغسالة العادية فيها تايمر مباشرة، أول ما حط التايمر بتضل تلف في اتجاه معين وكل شوي تقلب الاتجاه، فبالتالي الغسالة هي من التطبيقات البسيطة جدا على الكلاسيكال كنترول. المرة هاي أخذنا الريلي والكونتاكتر بشكل بسيط جدا، أنا بحاول أن تكون المحاضرات بسيطة بحيث أنه يتمكن الكل من متابعتها، ومش غلط أنه إحنا بعد ما نخلص المحاضرة نبحث في النت شو يعني كونتاكتر شو يعني ريلي بالتفصيل الممل. وأنا إن شاء الله راح أظل أنزل روابط بهذا الخصوص، وإن شاء الله الكل أنه يستفيد، ويعطيكم ألف عافية.